على طول التبديل الفني. كذلك مارادونا يستعد لإجراء تبديل. خروج للاعب راشد عيسى ونزول لأديسون بوتش اللاعب التشيلي اللاعب الذي يقدم مستوى رائع. ولاحظ في الأحضان وبالأعناق دييغو أرماندو مارادونا. لكن أيضا لاحظ خروج عبد العزيز سنغور والدفع في هذه الآونة. هجمة مرتدة سريعة جميلة رائعة على طول. لاحظ اللمسة من التشيلي، أول لمسة من بوت، الكرة على طول بوت، بوت في الشبكة، بوت في الشبكة. أولوفييرا هاتريك يضرب بالثلاثة ويسجل نفسه هداف الدوري مبكرا. لاحظ إيدن بوت حط كرة، حطها حلوة إلى الأورجواني. أولوفييرا إخوان مانويل أولوفييرا ثلاثة تسعد الملك رقم عشرة، تسعد مارادونا، تسعد الوصل وتحزن الملك في هذه المباراة. يا للشرقاوية، أين أيام البطولات الحلوة، أيام الزمن الجميل؟ وين الله الله على هالتشيلي الفنان والأرجنتيني الآخر دوندا. والله فريق، والله فريق يخوف، فريق ممتع، فريق يلعب مباراة حلوة كثير وأداء جميل في هذه الآونة. الآن كرة تلعب على طول وترسل والبحث لا زال قائم من التشيلي. الكرة تذهب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة زاوية لمصلحة فوز رقم 345 بعد أن فاز 344 في البوتاسيكو الجميل والكلاسيكو الممتع. المباراة الوحدة والعين، هذه مباراة خاصة ما تنسي، ما تنسي في استاد النهيان. وقمة الجولة الثانية ستكون ما بين الوحدة والعين يوم الجمعة القادم. يوم الجمعة القادم مباراة كلاسيكو مثير وممتع، الكل يترقبه، وبداية ممتعة للغاية للدوري الإماراتي في جولته الأولى. دقيقتين على النهاية، دقيقتين من المتعة الباقية. بوت يمرق كرته، أولوفييرا لاحظ امتلاك الكرة في المباراة الجميلة والممتعة 50-50، ما فيش أحسن حد أحسن من حد، ما في أحسن من كذا إنك تشوف مباراة امتلاك الكرة في نهايتها 50% مقابل 50%. لكن في 50% للوصل سجل الوصل ثلاثة لهذا اللاعب أولوفييرا، يعلن نفسه هداف الدوري مبكراً.